نيجي بقى لتحضيرات الميديكيت كريمز. الميديكيت كريمز بيكون فيها زي خطوة زيادة دي، هي كده تمام. بالنسبة بقى للتحضيرات اللي هي الميديكيت كريمز، هي نفس طريقة تحضير الكريمات العادية بس في خطوة زيادة تمام. الخطوة الزيادة اللي هنا عشان الدراج، الدراج اللي هنا بيكون مادة صلد. فطب لو انا عندي كريم سيمي صلد كريم اهوت مفهوش دراج، وجبت الدراج اللي هو مادة صلد ده ورشيته كده على الكريم وقعدت اقلب، هل الدراج اللي معايا ده هيحصل له هوموجينوس ديستريبيوشن جوه الكريم؟ لا. طيب بنحل المشكلة دي ازاي هنا في التحضير؟ بنحلها عن طريق حاجة اسمها ليفيجيشن، عملية كده اسمها ليفيجيشن. طب الليفيجيشن دي معناها ايه؟ معناها ويتنج اوف فاينلي ديفايدد باودر وذ فيسكس ليكويد تمام. طيب نيجي بقى للتعريف واحدة واحدة كده. ويتنج يعني انا بابل ايه؟ فاينلي ديفايدد باودر، يعني الدرج اللي هو معايا اللي هو الصورة ده لازم يكون مطحون كويس، يكون فاينلي ديفايدد باودر تمام؟ with viscous liquid، يعني viscous liquid. viscous liquid الايه اللي عندنا في المنهج يعتبر اي زيت او الجليسرول، زي ماشي اي زيت زي ايه؟ زي البارافين اويل او الكاستور اويل او الكوكونات اويل تمام. طيب نيجي بقى للتحضيره اللي هي اللي معانا هنا صن سكرين كريم. طيب طريقه التحضير ازاي؟ نفس طريقة التحضير اللي انا قلتها قبل كده، بيكون معانا بيكر بحط فيه الاكواس فيز، بيكون معايا الستانلس ستيل ديش بحط فيه ايه الاويل فيز، وتالت حاجة بقى اضافية معانا بيكون معانا واتش جلاس صغيرة عشان اعمل عليها ليفيجيشن تمام. طيب نيجي بقى التحضيرة بتاع السان سكرين بتتكون من ايه؟ بتتكون من استياريك اسيد، مادة صلدة هتوزن على الميزان، ستايل الكحول مادة سوليد هتوزن على الميزان، لانولين مادة سيمي سوليد اللي انا وريته لكم اللي هو لونه اصفر ده هيتوزن على الميزان، جليسرول بالسلندر، صوديوم هيدروكسيد وبوتاسيوم هيدروكسيد على الميزان، وكالاماين هيتوزن برضه على الميزان، ودي مادة ملونة بالشكل ده، ده اللي هو الدراج تمام. لازم الوزنة بتاعته تكون بالظبط، لان زي ما انا قلت لو زودت التحضيرة تطلع لونها غامق، لو قللت التحضيرة بتاعتك هيطلع لونها فاتح، ولازم يكون فاينلي ديفايدد باودر تمام، زي ما هو بالشكل ده هو في صوره فاينل تمام ماشي. واخر حاجه معانا الميه. طيب طريقه تحضير ازاي؟ الستيريك اسيد وستايل الكحول واللانولين دي الويل فيز هتحط في الستانلس ستيل ديش على الووتر باث. طيب نيجي بقى للحاجات المتبقيه. انا هعمل ليفيجيشن للدراج على الواتش جلاس. طيب الدراج قلنا اللي هو الكالاماين، واعمل له ليفيجيشن بفيسكوس ليكويد. ايه الفيسكوس ليكويد اللي معانا ده؟ هو الجليسرول. طيب هوريكم بقى الليفيجيشن بتعمل ازاي. انا بروح باوزن الدراج بتاعي وبحطه على واتش جلاس صغيره، بيكون معانا الفيسكوس ليكويد اللي هو الجليسرول، وبيكون معانا اسباتيولا. طيب الجليسرول هنا مطلوب منه 6 من 10 مللي، احط 6 من 10 مللي على السوليد دراج تمام. وبعد كده بقى هقلب هعجن، يعتبر هعجن يعني هعجن الدراج بتاعي ده بالاسباتولا مع الجليسرول. واحاول ان انا ما بعطرش الدراج، يعني ما اقعدش اوديه في اماكن كتيره على الواتش جلاس، احاول ان انا اجمعه في مكان واحد بحيث ان انا اجي انزله جوه التحضيره ما يضايقنيش. هو انا بقى لما اعمل ليفيجيشن يبقى انا حولت الدراج دلوقتي من الصوره الصلب لصوره عجينه اللي هو يعتبر سيمي صلب، وبالتالي اقدر اضيفه جوه التحضيره بتاعتي ويحصل له هوموجينوس ديستريبيوشن وما فيش اي مشكله تمام. حاولوا بقى بعد ما عملت ليفيجيشن كده هجمعه على طرف الواتش جلاس بحيث ان اعرف انزله لما اجي احطه جوه في الستانلس ستيل تمام. طيب
طيب فرضا انت جيت تنزله بالسباتولا وما عرفتش تنزله كل الكميه، المره دي ممكن تحاول انت تنزله بصبعك يعني، تمام؟ عشان موضوع اللون ده. طيب انا جهزت دلوقتي معايا في ايه، في الستان، في الواتش بلس ليفيجيت الدرج، ومعايا في الستانلس ستيل ديش ميلتد اويل فيز اللي احنا قلنا ايه، ستيريك اسيد ستايل الكحول واللانولين. طب ايه الحاجات المتبقيه اللي انا ما استخدمتهاش؟ الصوديوم هيدروكسيد والبوتاسيوم هيدروكسيد والووتر، دول هحطهم فين بقى؟ هحطهم في البيكر وادوبهم كويس، تمام؟ طيب انا دلوقتي بقى عامل ميلتنج للاويل فيز، ماشي الشكل ده. هرجع بقى الووتر باث لورا واقوم مسخن البيكر على الدايركت فليم، تمام؟ اسخن البيكر على الدايركت فليم لحد ما يطلع منه بخار، بحيث ان درجة حرارة الحاجة اللي هي موجودة في البيكر تبقى نفس درجة حرارة الميلتد اويل فيز، تمام كده طلع منه بخار اهوت. دلوقتي هضيف بقى الاقوس فيز، وفي نفس الوقت بقى دلوقتي هضيف الليفيجيت الدرج، تمام؟ يبقى دي هي الخطوة المختلفة، خطوة الليفيجيشن، وتاني حاجة إن أنا بضيف الدرج لما أضيف الأقوس على الأويل فيز بضيف كمان الليفيجيت الدرج، لازم يكون ليفيجيتد. وزي ما قلت لو أنت معرفتش تنزل كل الكمية ممكن تحاول إن أنت تنزلها بصباعك. هتقلب بقى مرة أو مرتين، عملت موزموز ديستريبيوشن، هتاخد الكريم بتاعك على فوطة بره على البنش وتكمل تقليب لحد ما الكريم يمسك معاك ومفيش مشكلة. في التحضيرة اللي هي فيها حاجة ملونة ممكن احنا نقلب بس بالراحة شوية، بحيث ان لو انت قلبت بسرعه ممكن تدخل فقاعات هوائيه، والفقاعات الهوائيه دي ممكن تخلي اللون يطلع فاتح معاك شويه، تمام؟ يبقى تحضيرته هي نفس طريقه تحضير اي كريم، بس الاختلاف خطوه الليفيجيشن وخطوه اضافه الدرج. طيب هراجع عليها بقى ازاي انا عملته كده، شكله في الاخر اهوت بيكون شكله بينك شويه، بينك فاتح. طيب راجع بقى عليها، قلنا ازاي بنحضره، بيبقى معانا ستانلس ستيل ديش وبيكون معانا بيكر وبيكون معانا واتش جلاس. طيب الستانلس ستيل ديش بحط فيه ايه؟ بحط الاويل فيز، تمام، ويحصل لها ميلتنج، والاقوس فيز بحطها في البيكر. طيب عندنا بقى الليفيجيت الدرج ده اللي هو المشكله، اللي هو الميديكيتد سوليد دراج. طيب بعمل فيه ايه؟ بعمل له عمليه ليفيجيشن، ده اول اختلاف. طب بعملها ازاي؟ ان انا بجيب البودره بتاعتي احطها على وش جلاس صغيره، وبعد ما احطها على وش جلاس صغيره بجيب الفيسكاس ليكويد اللي هو معانا هنا اللي هو الجليسرول، وبحطه على البودره واقعد اعجنهم مع بعض بالسباتولا بحيث ان هو يتحول من السوليد الى البيست اللي هو السيمي سوليد، تمام؟ بعد كده عمل كده كل حاجه بقت جاهزه معايا، معايا على الووتر باث ميلتد اويل فيز، معايا على الواتش جلاس ليفيجيت الدراج، ومعايا فيه البيكر كومبليتلي ديزولفد اكواس فيز. بعمل ايه بقى؟ بقوم مرجع الووتر باث لورا، وبعد كده اضيف عليه الاكواس فيز بعد ما سخنها على الدايركت فليم، واضيف كمان على الاكواس والاويل في الستانلس ستيل ديش ايه الليفيجيت الدراج. انزله كله وبعد كده اقلب مره او مرتين يتكون برايمري ايمولشن. بعد ما يتكون معايا برايمري ايمولشن اقوم شايله على فوطه على البنش واقعد اكمل تقليب في اتجاه واحد. وقلنا الملاحظات هنا ان كميه الدراج لازم تتوازن صح، محدش ان هو يزودها او يقللها. تاني حاجه وانت بتقلب ممكن ان انت تعمل بالراحه شويه بحيث ان انت تحافظ على اللون وما تخش فقاعات هوائيه في التحضيره، وبالتالي اللون بتاعك يطلع في الاخر مظبوط.